يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا على الهاتف السفير محمد صفوت سفير مصر بانجولا عشان نساله على مواجهه الزمالك مع سيجراتا يوم السبت القادم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. مشرفني ومنورني، وحابين نطمن على الاوضاع والاحوال قبل مواجهه الزمالك وسيجراتا في انجولا ان شاء الله. يعني من شويه كده الفريق الحمد لله وصل، كنا في استقباله في المطار. حسب ما فهمت منهم الرحلة كانت مريحة والإجراءات ميسرة في الخروج، وتم انتقالهم للفندق بدون أي مشاكل وتسكينهم الحمد لله. الأمور بالنسبة للمساحات، أجروا اللاعبين مساحات؟ طبعاً ما عنديش بعض التفاصيل، بس كلهم في الفندق حالياً يعني. كلهم كويسين الحمد لله. الحمد لله. طيب. كلهم انتقلوا إلى الفندق. عايز حضرتك على ملعب المباراه، الحضور الجماهيري المصريين كجاليه مصريه، الاعداد هتبقى عامله ازاي؟ التفاصيل المتعلقه بالمباراه نفسها. وحضرتك عارف طبعا ان المباراه بتاعتنا هتتم في نفس اليوم مع مباراه تانية لنفس المجموعه، الوداد المغربي وبيترو على نفس الملعب، يفصل بينهم ساعات. فطبعا ده كان بيمثل عبء كبير، او يعني عبء الحكومه الانجوليه او الجهه المنظمه الانجوليه كانت قدرت تنظم الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في نفس اليوم، كلهم عايزين يتدربوا على نفس الملعب وكلهم هيلعبوا عليه. طبعا ده عبء فني واعلامي كبير، ولكن الحمد لله يعني اعتقد انه تحت السيطره. اما بالنسبه للجمهور فحضرتك عارف ان سجرادة نفسه مقره النادي مش في الوانتا، مش في العاصمه، في اقليم بعيد شويه. كان ناوي يلعب على الملعب بتاع النادي بتاعه ولكنه لم يتم اجازته من قبل الكاف، وبالتالي فهو كمان انتقل بعيدا عن قاعدته الجماهيريه في محافظه لوندا نورد. اعتقد ان وفقا للسوابق والقيود المفروضه علشان كورونا وكده، قد لا يتجاوز الحضور في الملعب 25 من ساعته، وده اعتقد عدد كبير برضه، لان ملعب ضخم، ملعب 11 نوفمبر، ده من ملعب الاكبر في انجولا، ساعته حوالي 40,000 متفرج لم يكن اكثر. سفير محمد صفوت سفير مصر بانجولا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.